شفتي هذه الفجعه هزات سكينة ديال الحي، خصوصا الدرب هذا ما بقينا نقدروا نعسوا، ما بقينا نقدروا ناكلوا، ما بقينا نقدروا نديروا حتى شي حاجه. صافي ما كناش كاع متوقعين ان هذا الشيء يوقع في الدرب ديالنا بالخصوص. كنسمعوا عليه، ولكن فاش يوقع حداك وعند الجيران ديالك، واحد الناس اللي تتحترمهم، ناس مزيانين الله يعمرها سلعه، داخلين سوق راسهم، عمرنا ما شفنا منهم لعب الصراحه. فاش وقع هذا الشيء في الحي ديالنا الصراحه مش نقول لك، ما بقيناش تنثقوا في اي حد، الثقه ما بقاتش من عاد مات في اي شخص، ولينا تنسدوا البيبان ديالنا مع العصر. الحي الدرب خصوصا كامل اش نقول لك، مابقاش ياكل ولا تيشرب ولا تينعس، ولا فينا الرعب، الرعب بمعنى الكلمه. اختي ما عرفنا حتى شي حاجه، حتى شفنا الدرب دا فيه شويه الناس، خرجنا بحالنا بحال جميع الناس نشوفوا، لقينا المقدمين قال لك بان البوطه في الاول، سمعنا البوطه قال لك ماتوا بالبوطه، في الاول قلنا غير المراه واختها، حتى اكتشفنا بان حتى الولد كاين، الولد هو اللي بقى فينا الصراحه بزاف، لان واحد الانسان طيب من اطيب خلق الله الصراحه، ما كناش متوقعينها. صافي جاوا السلطات، جاوا داروا الخدمه ديالهم، اش نقول لك، حاجه صعيبه بزاف. اكتشفوا بان علاش تيقولوا بان الاخ ديالهم هو اللي ديال البنات هو اللي ذبحهم، وتكرفس عليهم مزيان، ما سمعنا حتى شي حاجه، حتى نسمعهم تيتناقشوا الخوات بيناتهم، ما تا عمرنا انا بعدا شخصيا عمرني ما دخلت عندهم. الجيران تيدخلوا الوسط بيناتهم، ولكن الناس ظريفين ما يستاهلوش هادشي اللي وقع لهم الصراحه. لا عمرهم ما اداو الجيران، ولا يجمعوا مع الجيران، ولا يحضروا مناسبات، ولا قليل نادر، ولكن الولد هو اللي كان اجتماعي، يهضر مع الجيران، يوقف ظريف، يدخل عند الجيران، يدخل عندنا، كان تريسيان صاوب لنا الضو، صاوب الناس، كان ونعم الوالد الصراحه.